معي من بغداد دكتور معتز محي عبد الحميد، مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية. مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني حتى بس نقطة بموضوع الصراعات، الوضع الإنساني حتى بالصراعات الدولية والصراعات المسلحة، في قانون آلية فرض هذا الموضوع، كيف يمكن الالتزام به، آلية الالتزام وتأمين الممرات الآمنة، التفريق بين المدنيين والمسلحين؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا، وكذلك تحية لك بمناسبة العيد سعيد. تسلم دكتور معتز. هنالك يعني أكثر من منطقة آمنة تستطيع قواتنا العسكرية أن تحدد لها يعني طرق آمنة للمواطنين الموجودين في هذه القضاء الكبير جدا. يعني هناك مناطق قريبة إلى كركوك، مناطق قريبة كذا إلى ديالى، وأيضا إلى مناطق محافظة صلاح الدين، لأنها هذه المدينة قريبة جدا من ثلاث محافظات مهمة، وأيضا تجاور جبال وسلسلة جبال مكحول وحمرين. إذا نحن أمام نقطة استراتيجية استعدت لها القوات العراقية من ناحية التسليح ومن ناحية التدريب، وأيضا فتح ممرات آمنة للمواطنين. المواطنين يشعرون وشعروا في السابق أن المنطقة منطقة الحويجة هي سوف تكون نهاية دواعش في هذه المعركة الفاصلة. صحيح، والكل يتحدث ومتفائل بنهاية قريبة لداعش بمعركة الحويجة، ولكن مع هذا ما الصعوبات التي ممكن أن تواجه القوات العراقية؟ ما الذي يمكن أن يقوم به داعش هناك، خاصة بأنه هو يندحر شيئا فشيئا، يعني ربما لن يستسلم بسهولة؟ الصعوبة الأولى تأتي من الحويجة، يجاورها نهر دجلة. نهر دجلة يمتد إلى مسافات كبيرة جدا من هذه القضاء. دواعش استغلوا هذا المنفذ النهري في إرسال المطوعين وهروبهم بسهولة عن طريق زوارق متحركة، وكذلك القصب والبردي والأشجار العالية الموجودة على ضفاف النهر من الجانبين. موضوع الهروب سيساعد القوات العراقية؟ اعذرني بس بهذه النقطة، سيساعد نعم. القوات العراقية أو بنفس الوقت سيضع ضغوطا جديدة على مراكز فرارهم؟ سوف يساعد الدواعش على عملية الاستنزاف والبقاء فترة طويلة في رأيي، كذلك سلسلة الجبال القريبة من هذا القضاء أعتقد تلجأ لها دائما المسلحين في عمليات مفاجئة لقوات عراقية سابقة حدثت في هذه المنطقة، وحدثت كذلك في النواحي القريبة من القضاء كناحية الرياض التي شهدت معارك تحرير منذ أشهر وسيطرت عليها القوات العراقية. إذا نحن في مبدأ المبادئة يكون الفارس للقوات العراقية، لأن تحوط القضاء من ثلاث محافظات واستعدت لها استعداد كبير جدا، وإلى تجربة في خوض معارك المدن نعم. والشوارع. باختصار شديد جدا دكتور معتز، موضوع كركوك تحديدا، يعني المحافظة المتنازع عليها، موضوع إعلان مشاركتها في الاستفتاء، لا أعرف هل هذا يتم إسقاطه بأي شكل من الأشكال وممكن أن ينعكس على القتال هناك أم لا؟ من ناحية اشتراك قوات البشمركة التابعة للإقليم، أعتقد هنالك لا تزال الرؤية غير واضحة في المشاركة. لا ننسى كذلك هنالك عملية شد وجذب بين قرارات مجلس المحافظة والمحافظة، ولكن لن تؤثر يعني برأيك؟ فأعتقد سوف تكون أحد المعوقات في موضوع النزوح واستقبال النازحين إلى مدينة كركوك أو اشراك البشمركة في هذه العمليات، كما اشركتها البشمركة في عمليات تلعفر وغيرها. نعم، نتابع معكم دائما تداعيات هذا الموضوع وتطورات معركة قضاء الحويجة في محافظة كركوك. شكرا، اعذرني على المقاطعة، انتهى وقتنا. دكتور معتز محي عبد الحميد، مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية.